فرصة سعيدة جدا أنا أقابلكم النهاردة، والشكر الجزيل للدكتور عبد السلام والسادة الحضور. هو الحقيقة الموضوع النهاردة يعني أنا وجهة نظري إن هو صعب يكون محاضرة، يعني نقول ريفيجن ني أرثروبلاستي صعب جدا أقول إن هو محاضرة. فأنا بعمل ستريس على بوينتس معينة وبفتح مجال إن إحنا نبقى عارفين المشكلة شكلها إيه، وعشان نحاول نذاكر ونقرأ بعد كده نشوف الموضوع، لأن هو الموضوع الحقيقة أكبر من يكون محاضرة، لأن كل ايتم فيه هو تقريبا محاضرة لوحده يعني. طبعا ليه بقى في عندنا ازمه اسمها ريفيجن التوتال ني ارثروبلاستي؟ زي ما احنا عارفين هو من الساتسفاكتوري بروسيدجرز اللي زي ما قلت الدكتور محمود قال من انجح العمليات، وبالتالي الفانكشنال اوت كم والبين ريليف بتاعها بيبقى هايل، فبالتالي بقت زادت نسبه العمليات بتتعمل، فبالتالي الايفر انكريزنج نمبر اوف توتال ني ارثروبلاستيز اند اكسباندنج انديكيشنز هاف ليد تو ا هاي نمبر اوف ريفيجنز. كل ما هنشتغل اكتر كل ما يكون في نسبه الريفيجنز هتبقى ازيد. احنا دايما بنتعلم من اخطائنا، طبيعي انت بتتعلم من اخطائك، وان ليرن مور فروم فيلير ذان سكسس. يعني انت لما بتنجح بتعود على النجاح عاده خبرتك بتقف، لكن كل ما بتفشل كل ما بتتعلم خبرات اكتر، وبالتالي الريفيجنز هي عباره عن اصلاح لحاجات فانت بتتعلم منها. فبالتالي بنقول ان الاستدي اوف ريفيجن ني ارثروبلاستي شو تيتش اس هاو تو امبروف برايمري ارثروبلاستي. انا لازم احاول اركز في البرايمري ارثروبلاستي كويس جدا عشان ما ارجعش ازود نسبه الريفيجن ارثروبلاستي. طيب ليه بيحصل فيلير لتوتال ني ارثروبلاستي؟ هل ده سؤال مهم؟ طبعا مهم، لان انا عشان لازم ابقى عارف الميكانيزم اوف فيلير عشان اقدر اصلح. If the failure mechanism is undetermined, the results of revision knee replacements are suboptimal. لازم ابقى عارف المشكله فين عشان اصلحها. ايه ليه ايه هي اسباب التوتال ني فيلير او ايه هي اسباب الريفيجن؟ دي احد الاستارز اللي اتعملت بتاعت شاركي، وعمل تقريبا فيها حوالي 200 وشويه او ريتروسبكتيف ستادي على 200 وشويه عيان، وابتدى يشوف ليه هم حصل لهم فيلير، ووجد ان 25% كانوا نتيجه بولي اثرين وير، 24% كانوا اسيبتيك لوزنينج، 21 كانوا نتيجه انستابيليتي، و17% انفكشن، والستيفنس او الارثروفايبروز 14%، المالالاينمنت اند مال بوزيشن 11%، ديفيشنت اكستنسور ميكانيزم كانوا 6%، والباتيلر اوستينكروس 4%، وبعدين حاجات قليله بيريبوثيتيك فراكشرز 2.8 وايزوليتد باتيلر ريسيرفنجز 9. اذا عندنا اسباب لازم ابقى عارفها، لازم اعرفها عشان اصلحها. هي كلمه ريفيجن دي جايه منين؟ يعني ايه كلمه ريفيجن؟ ليه يعني ايه هاو تو ريفايز؟ كلمه ريفايز دي ان انجلش معناها ايه؟ لا، كلمه ريفايز يعني معناها تو لوك اجين، يعني الترمينولوجي معناها انك تبص تاني، تشوف تاني، تراجع تاني. فانت لازم عشان تراجع لازم تعرف الديفكت فين عشان اشوفه تاني. دي كلمة ريفايز. برضو زي ما قلت لكم الموضوع أكبر من اللي اتقال مرة واحدة، لكن أنا بقول إن الريفيجن ني أرثروبلاستي هاف تو جو ثرو ذيس باث واي. بيبدأ بالبري أوبرتيف بلاننج، which is very important step. بعدين بعد البري أوبرتيف بلاننج أبتدي أفكر في المشكلة التانية اللي هي الإكسبوجر. وطبعا الإكسبوجر ليه ديفيكالت، is very difficult for revisions، أحيانا يعني حاجة صعبة جدا. وفي تريكس وفي تكنيكس معينه لان انا اقدر اوصل لجنرس اكسبوجر. وبعدين بعد ما عملت اكسبوجر اللي هو هدفه ان انا اقدر اشوف الامبلانت كويس، فبالتالي اقدر اعمل سيف امبلانت ريموفال. كلمه سيف دي برضه هنشوف يعني ايه. بعد ما عملت الامبلانت ريموفال ابتدي اعمل اسسمنت للمشكله، وبالتالي لازم اعمل لها ريكونستراكشن باي ديفرنت موداليتيز، برضه هنقول فكره عنها. وبعدين which implant I'm going to implant it again. بعدين سوري قبل ديت بعد reconstruction من ضمن الحاجات reconstruction soft tissue reconstruction أو soft tissue balance. وبعدين أبتدي أعمل management للdefects وأبتدي أتأكد إن extensor mechanism is functioning. وبعدين which implants I will go to implant again. بعدين طبعا closure or rehabilitation. ده pathway أو اللي أنا بفكر فيه أو المشاكل اللي هتقابلني طول ما أنا بفكر في الموضوع. In general، والسلايد ديت أنا بعتبرها هي بداية ونهاية. What are the principles of revisions of arthroplasty؟ أنا عايز إيه؟ أو إيه اللي أنا سوري إيه هي الخطوات اللي همشي عليها؟ المبادئ اللي همشي عليها. رقم واحد، I have to understand the cause of failure. زي ما قلنا أنا بعيدها تاني. I have to get adequate surgical exposure. I have to restore the limb alignment and achieve appropriate soft tissue balance. Correct the implant alignment. And restore the joint line. كل ده هيوصلني ان انا اوصل لي good function and good range of motion. اول خطوه هي pre-operative planning، وده في حكمه قالها مولر، قال لك ان الاوبريتنج روم از نو بليس تو ثينك. يعني انت
ما ينفعش لسه هفكر جوه اوضه العمليات، هيبقى صعب شويه، لازم ابقى انا عارف وعندي ايديا قبل كده قبل ما اخش انا هعمل ايه. فبالتالي if you don't know what is wrong you are unlikely to fix. لو انا مش عارف العيب مش عارف اصلحه. فبالتالي you have to establish the diagnosis before getting the knife in your hands. لازم اوصل الاول للتشخيص. Pre-operative planning في revision knee بيشمل الاتي: الهيستوري، previous operation او الامبلانتس، الانفكشن، الفيزيكال اكزامينشن جنرال، واخص بالذكر هنا الهيب والسباين، والهيب تحديدا لان من وجدوا ان احد اسباب الني بين اللي انا ممكن تبقاش في بالي هو ريفيرد بين الهيب. يعني ناس كتيره جدا بيشتكوا من الني بين بعد ني ارثروبلاستي، واكتشف بعد نكتشف بعد شويه ان هو عنده ارثرايتس في الهيب مثلا. الانسيجنز بتاعه البريفيس اوبريشنز، اكد من الفانكشن اكستنسور ميكانيزم، الرينج اوف موشن، اذا كانت الرجل دي ستيبل ولا ان ستيبل. وبعدين ابتدي اخش على الاكس رايز، لازم اعمل لونج فيلم اشوف فول ني سيريز ابطو، ان انا ممكن اعمل فلوروسكوبيك اكزامينيشن ستريس فيوز عشان اتاكد اذا كان الليجمنتس انتاكت اور نوت سفيشنت. زي ما قال الدكتور محمد انا فاكر الصبح، وزي ما اتكلم الدكتور احمد حازم، ان احنا مع كل every revision you have to rule out infection. طبعا infection خلاص هو القوت اللي بحسن يعني في المحاضره اللي قبلها الجميله، لكن لازم to maintain high index of suspicion، لازم يعني شكاك دايما. والارقام بتختلف، يعني هو في ناس بيقولوا طبعا الاسبيريشن هو الموست اكوريت زي ما قال الدكتور احمد، السيل كاونت ناس بيقولوا 2000، ناس بيقولوا 1100، البوليمورفس ناس بيقولوا 70%، ناس بيقولوا مور ذان 60%. كل هذا الكلام لازم اكزهوست كل الميثودز تو نو اف ذس بيشنت از انفكتد اور نوت، لان طبعا هيختلف كتير جدا المانجمنت. طيب هو العين اللي عامل ني ارثروبلاستي ممكن يجي يشتكي من بين ليه؟ يعني هو ليه هيجي تاني؟ ايه سبب البين؟ وده برضو احد الاسباب اللي هتساعدني في الديسيجن ميكنج. فبنقول ان البينفول توتال ني ارثروبلاستي ممكن يكون اسبابها اكسترنسيك كوزز وفي حاجات انترنسيك كوزز. طبعا الانترنسيك دي غالبا هي اللي تخصنا او تخص الموضوع بتاعنا. الاكسترنسيك كوزز اللي انا اي هاف تو رول اوت دي او اي اكسكلود ديت اللي هي الريفيرد بين من السباين والبلفس والهيب، اجين اي هاف تو اكزامين ذا هيب. السوفت تيشو اريتيشن زي البيرسايتس او التندينايتس، الكرونيك ريجنال بين سندروم لو في العيان عنده نيوروما، عنده فاسكولار اسكيميا او كلوديكيشن بين، او عنده فراكشر. وفي انترنسيك كوزز اولها الانفكشن اي هاف تو رول اوت، والاسيبتيك لوزنينج، انستابيليتي، مال الاينمنت، الوير والاوستيولوسيس، والسوفت تيشو امبنجمنت، والاكستنسور ميكانيزم ديس فانكشن سواء مال تراكنج او امبنجمنت او انسفيشنسي. دي الاسباب اللي هي برضو لحد ما دايركتد او ليها علاقه بموضوع الريفيجن. الموضوع ده هيوصلني الصوره دي ما لهاش علاقه بالموضوع، طبعا دي از نوت ريفيجن بس اتس ا ديفيكلت برايمري. لازم ابقى في دماغي ان انا ابقى عارف المشكله عن فين عشان اقدر اوصل للصوره اللي من الصوره اللي على اليمين للصوره اللي على الشمال. يعني انا جايب عيان عنده فيروس ديفورمتي هنا حوالي 12 درجه هنا، ايش قست الزوايا وشفت الدنيا وعرفت ان هو مشكلته فين، وعرفت اعمل تندون ليجمنت ريليز والكلام ده كله لغايه ما وصلته ان هو راديولوجيكالي وكلينيكالي عنده نورمال الاينمنت اوف ذا ليمب. ده عن طريق ايه؟ ان انا لازم اهتم بالحاله من الاول واقدر اعمل لها بري اوبرتيف بلاننج. نفس الكلام برضو ده عيان ده ريفيجن عنده برضو برضو عمل كنا شاكين في انفكشن وخلاص وعرفنا ان هو مش انفكتد وان هو عنده ايفيدنت ريديلوسنت، عنده ايفيدنس ريديلوسنت ارياز around the femoral and tibial stem، وقدرنا نوصل في الاخر ان احنا برضو عندنا stable balanced knee with normal alignment and normal joint line. دي بس عشان الكلام كتير فانا دي صور يعني تصحينا شوية او تصحينا انا شخصيا. خلاص عرفنا قدرنا نعمل pre-operative planning، خدنا history examination، العيان محتاج revision، عرفنا السبب. طيب اول حاجة بتواجهني الاكسبوجر، انا هفتح العيان ده ازاي؟ طبعا revision العيان ده مش شرط يكون عامل knee مرة واحدة، ممكن البرايمري نيد تكون بعد تروما كان عنده فراكشر فيكسيشن، ممكن تكون بعد مثلا اولد مينيسكتومي عامل جرح مينيسكتومي، ممكن يكون عامل قبل كده ساينوفيكتومي، ممكن الاقي اكتر من جرح في الركبه، ما هواش بس الميد لاين انسيجن بتاع التوتال نيل برايمري. الرولز بتقول ايه او القواعد اللي نمشي عليها بتقول ايه؟ بتقول ان الميد لاين انسيجن اف بوسيبل هو البيست، يعني لو انا اقدر عندي ميد لاين انسيجن اقدر افتحه ذا بيست. طيب لو هو عنده ولو في previous surgical incision هو طبعا البرايوريتي ليه ان انا افتح في نفس الانسيجن، ولو عنده اكتر من انسيجن بفتح في الموست ريسنت وان. يعني لو هو عامل عمليه من 20 سنه وعمليه من 10 سنين وعمليه من سنتين بفتح في الموست ريسنت وان.
ولو هو عنده multiple incisions طبعا احنا عارفين blood supply of the knee mostly بيجي منين؟ من ناحية الميديان اكتر. فبالتالي لو انا عندي midline incision, medial incision, lateral incision, لو مثلا عيان عامل supracondyle fracture مثلا fixation مفتوح lateral, يبقى I have to use the most lateral one. ولما اجي افتح لازم اعمل thick flaps لان السكين ده بيبقى compromised, فابتدي اعمل thick flaps عشان اقدر اعمل proper exposure. طيب لو انا عندي more than one incision اقدر افتح بعيد عنه بقد ايه؟ ليها طريقتين. في ناس بيقولوا ان لازم الجاب بين الانسيجن بتاعك والانسيجن القديم 6 سنتي, وناس بيقولوا تاني بطريقه تانية ان هو يكون المسافه قد تقريبا نص الانسيجن القديم, يعني تبقى اكتر او اقل, مش اقل من نص طول الانسيجن القديم. ناس طبعا فكروا في حاجات تانية زي اللي هو الشام انسيجن او الشام تكنيك. ده بنعمل فيه ايه؟ معرفش اذا كان, يعني انا اسال طول محمود اذا كان هو عملها قبل كده ولا لا. احنا عملناها كذا مره فعيالين زي دول, بكون شايف ان اللي عنده السكين كونديشن بتاعته سيئه جدا, وخايف ان انا لو فتحت فيه هلاقي الجرح بقى اسكيميك وجابد والبروثيس اكسبوزد. بندخل عيال العمليات وبنفتح نفس الانسيجن بتاع الني اللي هو هنفتحه دوت سكين سبكتينيوس لغايه ما نوصل للني جوينت من غير ما نفتح الكبسول, ونقفله تاني بس ونشوف. ده بيديني ايه؟ بيديني كذا ادفانتج. رقم واحد ان هو بقدر لو في ادهيجنز او الادهيرنت سكار اقدر اعمل له موبيلايزيشن. رقم اثنين ان الجرح ده نفسه بينهانس الريفاسكولاريزيشن والكابيلاريز والريفيلنج والنيو فاسكولاريزيشن والكابيلاري والسوري والكولاترال بلاد سبلاي. رقم ثلاثة ان هو هيديني فرصه اتاكد بنفسي ان الجرح ده لو فتحته انا هيقفل, هيتقفل مش هيحصل له مشكله. وبعدين اخيرا انا ما فتحتش الركبه, فبالتالي مش خايف حتى لو حصل له كومبليكيشنز ان يبقى الحاجات وصلت جوه الركبه, انا ما فتحتش الكبسول. اخر حاجه ان انا لو حصل له كومبليكيشنز وحصل له بريكج والعيان انديكيت ان هو تعمل له عمليه, يبقى انا لازم ساعتها في دماغي ان انا اي هاف تو كونسلت بلاستيك سيرجن يبقى موجود معايا, وافكر بقى في التيشو اكسباندرز, وافكر في الفلاب, وافكر في الجاستروكيميا روتيشنال فلاب, وافكر في الكلام ده كله. ده احد التكنيكس اللي موجوده عشان اوصل ل جينيروس اند سيف اكسبوجر. طيب برضو في الاكسبوجر خلاص فتحنا مشكله الجلد خلصت, هي دي مشكله كبيره جدا. نخش بقى جوه عايزين نشوف المفصل, عايزين نفتح الركبه. فطبعا بنعمل العادي الاحسن ان احنا نعمل ميديال باراباتيلر. في ساعات نيجي نقلب او عايزين نعمل اكسبوجر. احنا ليه عايزين نعمل بروبر اكسبوجر؟ عشان عايز اشوف اسسمنت للمفصل ده لوس ستيبل فيكسد, عايز اشوف البون في ديفكتس, لازم اشوف كل حاجه. فبنفكر في الحاجات اللي بتادفانس الاكسبوجر زي ايه؟ زي الكوادرسبس سنيب, زي الفي واي كوادرسبس بلاستي, زي التيبيال تيوبركل اوستيوتومي. طبعا اشهر حاجه واكثر حاجه بنعملها, في طبعا ميديال ابيكوندايل اوستيوتومي, في حاجه اسمها جاستروكيميس بيل داون, لكن اشهرهم هي التيبيال تيوبركل اوستيوتومي اللي احنا ساعات بنعملها غالبا يعني في معظم الاحيان. يعني بتديني اكسلنت اكسبوجر سبيشالي ان كيس اوف سيفير باتيلا باها, وين ريموفينج ذا ريموفر اوف ذا سيمن تيبيا لما يكون في طبعا سيمنتيشن كتير جوه التيبيا بيساعدني جدا, و بقدر ارجعه تاني مكانه, فبالتالي بيحافظ لي على الاكستنسور ميكانيزم غير ما اقطع في الكوادريسبس تندون او غير ما اقلب الكوادريسبس تندون. لكن طبعا ليه ريسك فاكتورز, ليه ريسك كبير. في بعض الحالات بيحصل انكريز بوست اوبرتيف وون درينج الحته دي سبكتينيوس, فبالتالي يبقى صعب, ممكن الجلد عندها يبقى صعب شويه, وممكن ابقى اجي اعمل فيكسيشن الاقي ما هوش ريجيد فيكسيشن, وممكن يحصل لها فراكشر وفراجمنتيشن. لكن ده وان اوف ذا ميثودز. برضه في ميثودز كتيره, لكن انا زي ما قلت لكم الموضوع اكبر من اللي اتقال كله, فانا بقول الحاجات اللي هي الكومن, واحنا نحاول ان شاء الله نذاكر بقيه المواضيع. طيب خلاص احنا وصلنا ان احنا فتحنا الجلد, فتحنا وصلنا للجوينت, عملنا جينيروس اند سيف اكسبوجر وشايفين كل حاجه. هنبتدي عايزين نشيل الامبلانتس, واحنا متاكدين الامبلانتس احنا داخلين في الريفيجن, خدوا بالكم مش لسه هنعمل اسسمنت يعني. فلازم يبقى عندي برضو ايه الحاجات اللي في دماغي اللي انا هحافظ عليها. انا عايز احافظ على البون, ما انا مش عايز اعمل مشكله دلوقتي واجي للخطوه اللي بعدها بتاعت الديفكتس والريكوزيشن, انا مش عارف اعمل حاجه. فبرضو انا كل خطوه ابص للي بعدها, لازم تو بريزيرف البون. بشتغل فين وانا بعمل ريموفال؟ بشتغل على الامبلانت سيمنت انترفيس. مش عايز افاجئ ان انا بشيل الفيمورال كوندايل بكل الديستال فيمر, او بشيل التيبيال كومبوننت بكل بروكسيمال تيبيال, لا انا بحاول احافظ على البون. لازم يبقى عندك شويه صبر, سو دونت اكستراكت انتل اتس كومبليتلي فري, مش لازم نستعجل يعني. والبروثيسيس بون انترفيس شود بي اكزامند اون بوث ذا تيبيال اند فيمورال كومبوننتس. ريموف ذا فيمورال كومبوننت, طبعا بنشيل, بنحاول نشيل الفيمورال كومبوننت الاول لان هو بيسهل عليا البروبر اكسبوجر للتيبيال كومبوننت واقدر اشيله. وبعد الامبلانتس ما بيتشال, كير شود بي تيكن ذات ذا سراوندينج سوفت تيشو
and the bone structures are not damaged. أكد بقى ابتدي أعمل assessment لي أنا عملت إيه بعد ما شلت الإمبلانس. طيب ابتدي بعد كده خلاص شلنا الإمبلانس عملنا assessment للدنيا وشايفين بقى عندنا defects. ابتدي أفكر إن أنا عايز أعمل reconstruction. عشان أعمل reconstruction عندي حاجات مهمة جدا. عندي أولا الجوينت لاين لازم أشوف هعمل فيه إيه. لازم اشوف ال اخليه نيرلي اناتوميكال. طبعا بتبقى المشكله اكبر لما يكون انا عامل الناحيه الثانيه ان انا اخليهم زي بعض, وان انا اعمل اشوف البوند افكتس وهعمل فيها ايه, وهعمل الاينمنت للعين ازاي. يعني زي دي مثلا برضو, ودي برضو حاله ريفيجن, ما هي ريفيجن او ديفيكلت برايمري. انا عملت اسسمنت ولقيت ان العين ده عنده فيروس ديفورميتي حوالي 8 نتيجه ان هو عنده ميديال ديفكت, و بلس لو حطينا عليها النورمال فيروس اللي هو 7 تقريبا 15 درجه, حطينا ديفكت هنا اوجمنت 15 ملي تقريبا صلح لي كل حاجه, عمل لي ريكونستراكشن للديفكت وفي نفس الوقت صلح لي الالاينمنت والجوينت لاين. هو ايه الجوينت لاين؟ يعني هعرفه ازاي الجوينت لاين دوت. الجوينت لاين دوت از ذا ارتكليتنج سيرفيس اوف ذا فيمورال كومبوننت ان اكستنشن فليكشن اند ثرو ذا رينج اوف موشن. يعني هو اللاين بتاع الايه الفيمورال ارتكولار سيرفيس. هعرفه ازاي او برضه هعرفه ازاي جوه العمليه بالطرق ليه كذا لاند مارك كلهم ممكن استخدمهم. ساعات حاجات تبقى فيها افيلبل وساعات مش افيلبل. هو بيبقى 1 فينجر بريد اباف ذا فيبولر هيد فوق الفيبولر, ودي سهله في الريفيجن بتبقى الفيبولر هيد قدامك تقدر تحسها, او 1 فينجر بيلو ذا انفيريور بولو ذا باتيلا, 30 ملي ديستال تو ذا ميديال فيمورال ايبي كوندايل, او 25 ملي ديستال تو ذا لاترال ايبي كوندايل. ده اللي انا عايز اوصل له ان الجوينت لاين يبقى على الليفل ده, لان طبعا برضو من الحاجات اللي المفروض نقولها ان الان ابروبريت جوينت لاين سواء الهاي جوينت لاين او اللو جوينت لاين الاثنين ليهم مشاكل كبيره. طيب خلاص يبقى ده اول هدف ليا في الريكونستراكشن, تو ريكونستراكت ذا جوينت لاين تو ذا نيرلي اناتوميكال بوزيشن. ده اول هدف ليا. ثاني هدف ان انا اشوف البوند افكتس. البوند افكتس ان جنرال ليها كلاسيفيكيشنز كتيره جدا, لكن احنا هنبسطها خالص هنقول ان هو يا اما سمول يا اما لارج. يعني ابسط كلاسيفيكيشن سمول. سمول سمول ده يعني سمول او نسميه كونتينت, يعني او سمول اند كونتينت تمام, وممكن يبقى لارج او نسميه ان كونتينت او نسميه لارج اند ان كونتينت. ان كونتينت دي هي الديفكتس اللي ممكن تواجهني. طبعا ليها لو قلنا مين هو السمول ديفكتس, تعريف بقى كلمه سمول دي يعني ايه. سمول ديفكتس كان بي ديفايند از بون ذات از انتاكت ان ذا ميتافيسز, يعني مش واصل للميتافيسز, اند ذير از ا ماينور ديفكت ذات دونت افكت ذا ستابيليتي اوف ذا امبلانتس. ده عادة بيبقى اقل من سنتي, اقل من 10 ملي, وبنقول ان هو لو اقل من 5 ملي ده خلاص ممكن املاه بون جرافت او املاه بون سيمنت مش هيحصل حاجه. لو من 5 ل 10 ملي هملاه بون سيمنت واحط مثلا اوجمنتيشن بسكروز او وايرز, او ان انا هبتدي افكر بعد كده ان احط له بون جرافت زي الحاله اللي عرضها الدكتور محمود اللي هو حاطط فيها ميديال جرافت. طيب لارج او ان كونتيند افكت معناها ايه؟ معناها ان في ان الميتافيزيال بون كمان هو واصل لغايه الميتافيزيال بون از دامجد which should be reconstructed in order to provide stability. لان هوصل لو انا ما عملتلوش reconstruction لا ده انا هأثر على الاستابيليتي بتاعت البروتيز الاخرى, وده عاده بيكون اكبر من 10 سنتي وبيكون 10 ملي وبيكون uncontained. وعندنا بقى different options حسب حجمه حسب هو قد ايه ومكانه فين, من اول استخدام الميتال اوجمنت لغايه استخدام الاستراكشرال جرافت وفيكسيشن بسكروز لغايه الكونز والسليفز لغايه الالو جرافت لغايه التيومر بروثيسيس. كل دي ميثودز اوف reconstruction. دي باختصار ببساطه موضوع الايه الريكونستراكشن البوند افكتس. برضو هنرجع تاني, انا يهمني قوي موضوع البروبرتي بلاننج ده اللي بيريحك جدا, بتبقى عارف المشكله فين وعارف حجم الديفكت وحجم الايه الديفورميتي ايه. زي حاله زي دي مثلا, انا شايف دي حاله واحده زي عندها سيفير فيروس عندها ميديال ديفكت. لو جبت اللاترال جوينت لاين انجل هلاقيها عامله الميديال جوينت لاين انجل معلقه عامله حوالي 28 درجه فيروس, والديفكت هنا موجود ميديال. انا قدرت ان انا احط برضو هنا حته جرافت وهي فيكسد بالتيبيال تري, وقدرنا ان احنا نصلح برضو الديفورميتي بتاعت العين. ده برضو صوره احنا شفناها من شويه. طيب خلاص يبقى انا وصلت ان انا عملت قلنا بري اوبرتي بلاننج. انا معلش بعيد تاني عشان البوينتس دي كلها كبيره جدا لازم ناخد كل واحد فيهم ونذاكره لوحده. وبعدين عملنا الاكسبوجر والاكسبوجر السوبرفيشال والديب, وبعدين عملنا اكستراكشن الامبلانتس, بعدين عملنا اسسمنت للديفكتس اللي موجوده وازاي ممكن نعمل لها ريكونستراكشن, وبعدين هبتدي افكر في حاجه ثانيه اللي هي بالانسنج ذا نيد. خلاص احنا عندنا مشكله ان الركبه دلوقتي خلاص قدامي, انا عايز اوصل للركبه. خلاص انا فكرت ازاي اعمل ريكونستراكشن, عايز اوصل الركبه تبقى ستيبل
في flexion extension و varus valgus. Proper balancing of flexion extension gaps correlates with the proper tensioning of the soft tissue sleeves around surrounding the knee and maintaining the correct mechanical alignment. طبعا هي برضو ليها تفاصيل كتيرة جدا. امتى اعمل tibial resection، امتى اعمل posterior augmentation، امتى اعمل distal femur، امتى اعمل proximal. هي برضو مش هنخش في التفاصيل دي لانها برضو كبيرة جدا. لكن الكينيماتكس بتاعت الموضوع بتقول ايه، او انا عايز اعمل ايه، ان انا لازم الاول حاجة to re-establish the tibial platform. دي الحاجة اللي هبني عليها. اول حاجه لازم ابني عليها هي التيبيا، دي العمود اللي انا هبني عليه. ليه؟ لان هو بيأفكت بوث فليكشن اند اكستنشن جاب، وما اقدرش استخدمه هو كتير في ان انا اصلح الاثنين دول. لازم عشان اعمل بالانسنج للفليكشن سبيس استخدم الفيمورال كومبوننت سايز، اللي هو السايز تو تنشن ذا ليجمنتس نوت ذا فيتزابون. دايما لما بنشيل احنا الديستال فيمر، لو انا جبت الترايل ديستال فيمر وجيت حطيتها، ممكن بسهوله جدا احطها واعمل لها امباكشن على البون اللي موجود وتبقى كويسه على فكره، لكن ده هيديني سيفير لاكستي. فانا لازم ابوزيشن الستيم ده وبوزيشن اللي انا احطه والديستال فيمر كومبوننت بالشكل اللي يديني بروبر تنشن للليجمنتس ريجاردليس البون ديفكتس. بعد كده هعمل لها ريكونستراكشن في البوزيشن اللي انا عايزه ده، مش مجرد انا هكبسها في الفيمر واحطها خلاص، لا انا هخليها في الشكل اللي يديني بروبر بالانس للليجمنتس او ليجامنتس بالانس، وبعدين بعد كده ابتدي اريكونستراكت وراها سواء باوجمنت او بون جرافت. الفيمورال كومبوننت روتيشن لازم يبقى برده في اكسترنال روتيشن عشان الباتيلر كراكنج، وساعتها برده حتى لو في ديفكت بوستيرالاترال هحط له اوجمنت او احط له بون جرافت، غالبا بيبقى اوجمنت طبعا. وبعدين الجوينت لاين ريستوريشن ده حاجه مهمه جدا، وعشان استابلايز الني ان اكستنشن اي هاف تو بوت ديستال، برده نفس الفكره ديستال فيمورال اوجمنتيشن. انا بحط الستيم بحط البروثيسز بالشكل اللي يحفظ لي الليجمنتس بالانس، مش بالشكل اللي هو بقى فيتد على البون، وما وراء الكومبوننت ده انا هعمل ريكونستراكشن. دي يعني برضو باختصار وببساطه الموضوع، مش اكتر من كده. طيب بعد كده انا بقى هبتدي ارجع لكلام شويه لحد ما بيزك، which implant I'm going to apply. والكلام ده انا يعني هيساعدني في حاجتين. اولا لما اعمل بروبر decision making ده هيخلي هيديني proper functional results، وهيقلل لي rate of revision، وهيقلل لي rate of abuse للمفاصل. فإحنا لو قسمنا عينين total knee in general، عينين total knee replacement ممكن نقسمهم categories. منهم الكاتيجوري الأولانية بنسميها كاتيجوري A أو type A، اللي هو مين العيان دي بقى، يعني اعتقد لو احنا يعني استوعبناها هتفرق معنا جدا. مين العيان اللي انا هحط له برايمر ني عاديه اللي هو نون كونستريند امبلانتس؟ العيان ده لازم يبقى عنده انتاكت ميديال كولاترال ليجمنت، انتاكت لاترال كولاترال ميديال كولاترال ليجمنت، انتاكت بوستيرير كروشيت ليجمنت، البادي ماس اندكس اقل من 40، نو بوني ديفيشنسي، مايل تو مودريت كورونال ديفورميتيز اقل من 30 درجه، بون تو بون كونتاكت ارثرايتس اور ستاندنج اي بي، والبين اون اكزيرشن اند افكتنج بي. العيان اللي هو ده، اللي هو العيان اللي عنده برايمري اوستر ارثرايتس عاديه، دوت العيان بحط له نون ستيم توتال ني ارثروبلاستي، كروشيت ريتيننج او كروشيت سبستيتيوشن از يو بريفير، وممكن تفكس له الموبايل از اكوردنج تو يور بريفرنس. فده عيان بحط له برايمري توتال ني. هتقولي ايه علاقه الكلام ده بالموضوع؟ الكلام ده برضه مهم في الديسيجن ميكنج من الاول، لانه بيأثر بعد كده على الاوتكم. طيب مين هو العيان اللي انا هعمل له برايمري ني برضو لكن كروشيت سبستيتيوشن؟ هو نفس العيان اللي فات ده، اللي هو عنده الكرايتيريا بتاعت برايمري ني ارثروبلاستي، لكن عنده فليكشن ديفورميتي تايب بي سي ال، وعنده نون فانكشن بي سي ال، عنده اي بي انستابيليتي، او عامل باتيليكتومي قبل كده، فعنده انتر بوستيريور انستابيليتي. يبقى نفس العيان. امتى هقول العيان دوت؟ احنا قلنا في الاول في اللي هو الدكتور بريفرنس، ده مهم جدا، لكن كلينيكال وايز او اكاديميك وايز، مين العيان اللي انديكيتد فيه البرايمري دي العاديه اللي هو اللي فات، وامتى اقول ده محتاج لازم بي سي ال ساكريفايس؟ ده العيان اللي هو في نفس الكرايتيريا دي لكن معاه انسفيشنس، ده هحط له برده نون ستيم توتال ني ارثروبلاستي، كروشيت سبستيتيوشن، فيكسد اور موبايل اكوردنج تو يور بريفرنس. طيب نخش بقى على مين العيان اللي انا هفكر فيه من الاول ان انا اعمل له كونستريند كوندايلر بروفيسيس. العيان ده اللي هو ديفيشنت ميديال كولاترال ليجمنت 30 degree flexion, intact medial ligament in full extension, intact lateral collateral ligaments,
عنده او عنده deficient lateral collateral ligament زائد fully intact medial collateral ligament in extension and deflection, عنده severe coronal deformity اكتر من 30 درجه والsevere lateral medial thrust severe varus او severe valgus. ده امتى برضه هحتاج دوت؟ لو انا عندي need to reconstruct distal femur او proximal tibia with augments and need to use stemmed femoral components to unload this reconstruction, خاصه لما تكون graft. العين اللي هو عنده severe osteoporosis ممكن استخدم له برضه اللي هو دوت او استخدم stemmed knee. فبالتالي الناس دول هم اللي بعمل لهم stemmed constrained condylar prosthesis. طيب مين العيان اللي افكر في rotating hinge او hinge knee اللي هي سواء روتيتنج او نون روتيتنج؟ هنجد ني امتى افكر عنده او اجهز ان انا اعمل له هنجد ني؟ العيان اللي عنده ديفيشنت ميديال كولاترال ليجمنت ان 30 ديجري فليكشن اند ديفيشنت ان فول اكستنشن, ديفيشنت بوث ميديال لاترال كولاترال ليجمنت, سيفير بون ديفيشنسي ان ريفيجن سيرجري اند ديفيشنسي اوف ذا كولاترال ليجمنت انسرشن, ده اللي بحط له الروتيتنج هنج. او العيان زي ما احنا شايفين دوت اللي هو عيان عندي مالتي ليجمنتس, ده عيان نيجلكتد ني ديسلوكيشن عنده 56 سنه, فبالتالي ما كانش عندنا حلول غير ان احنا نعمل له روتيتنج هنج. يبقى ده الانديكيشنز بتاع روتيتنج هنج. طيب اخر حاجه هقولها, امتى استخدم ستيم بس؟ انا امتى اقول ان العيان ده انديكيشن فيه او في انديكيشن ان احط له ستيم ني؟ طبعا في كل عيان ريفيجن سيرجريز تقريبا, اي عيان هعمل له بون ريكونستراكشن لبروكسيمال تيبيا ده النيد فور ستيم عشان تو انلود ذا جرافت. العيانين اللي عندهم اوستيوبروزس, العيانين اللي هم دلوقتي كنا زمان بنقول العيان البون المينرال البودي ماس اندكس اكتر من 40 ما بتعملوش تاني, لا بتعمل له دلوقتي بس ممكن احط له ستيم ني. لو العيان عنده كونكوميتنت, لو انا عنده مالي نوتد فراكتشرز ادى للارثرايتس وهعمل له كوركشن في نفس الوقت او هعمل له ارثرايتس نتيجه او هعمل له توتال ني نتيجه الارثرايتس, زي مثلا ده اللي هو كان عنده ماري يونايتد بروكسيمال تيبيا او ده اللي عنده ماري يونايتد ديستال فيمر. دي مسج شويه بعيده لكن انا شايف ان لها علاقه ان الديسيجن ميكنج مهم عشان ما اعملش اوفر يوز او اوفر تريتمنت للعيانين, عشان ده برضو هيحسن البرفورمانس وبالتالي هيقلل الريت اوف ريفيجن. اخيرا انا شايف ان ديت هي السمري بتاع الموضوع. ريفيجن توتال ني ارثوبلاستي دوت دلوقتي زادت قوي نسبه دلوقتي نتيجه ان احنا بنستخدم توتال ني كتير. I have to understand the cause of failure to treat. I have to get adequate surgical exposure اللي هو ليه تفاصيل كتيره جدا. I have to restore the limb alignment and to achieve appropriate soft tissue balance to correct the implant alignment and to restore the joint line in order to get good function from the patients. اتمنى اكون ان انا يعني فتحت الموضوع بس معاكم, لان انا زي ما قلت لكم هو اكبر من محاضره واحده, كل ايتم من دول هو محاضرات او محاضره تحديدا يعني. ممكن في المرات الجايه ناخد الاجزاء ديت ان شاء الله نتكلم على كل واحد فيهم بالتفصيل. اشكركم على حسن الاستماع. يعني محاضره تقريبا استفدت حقيقي من الثلاث محاضرات السابقه, شكرا.